الكل يعلم أن الإذاعة الجزائرية بقيت صامدة في وجه كل هذه التغيرات التكنولوجية، وبقيت تدخل كل البيوت بدون استئذان، وهي رافد كبير فيما يتعلق بالعمليات التحسيسية ومرافقة التنمية والسماع لصوت المواطن، وكذلك نقل انشغالات المواطن إلى المسؤولين في مختلف القطاعات. نحن في فترة مفصلية، الجزائر أمامها عرس انتخابي، والإذاعة الجزائرية إذاعة معسكر نموذجا كثفنا من الفقرات والبرامج والممرات التحسيسية التي تستمد من عمق المواطن المعسكري ومن آراء سكان المعسكر، بمعنى أن لغة الواقع كانت هي اللغة السائدة. وكما غطينا الحراك في كل فتراته، أيضا غطينا كل الناس الداعمين والداعين إلى إجراء الانتخابات بكل موضوعية، ومرافقة السلطات، السلطة المستقلة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل عملياتها التحضيرية اللوجستيكية، وكذلك مرافقتها خلال يوم الاقتراع من خلال تجنيد مراسلين في كل بلديات الولاية، وكذلك من خلال دورية انفوتاسيون بين النشرات على رأس كل ساعة، وبين التدخلات المفتوحة لكل المراسلين في تلك الفترات التنشيطية. أيضا مقر الإذاعة ودور الإذاعة المحوري في خاصة العملية الانتخابية، ونظرا لأهمية الإذاعة أنها تدخل كل البيوت وتصل كل المواطنين، كتفنا من عملنا التحسيسي الجواري، وخاصة الومضات التي تستمد من صوت المواطن. مثلا ومضة انت خويا وانا اخوك، هذه الومضة فيها المواطنين يتكلموا على ضرورة الاحترام بين الآخر، ضرورة الاختيار في الرأي في الموقف، ضرورة التنديد بالعنف في كل أشكاله ضد الآخر، لأن من هو ليس مع الانتخابات كاين الناس اللي ما جاوش عنده وقالوا له علاش ما راكش موطن الانتخابات، بمعنى أن الطرف الآخر احترمه واحترم رأيه، فليكن الأمر معاكس أيضا. بالنسبة للإذاعة، البث على مدار 18 ساعة كاملة كلها على المباشر، وإن أيضا المواطن يقدر يجي حتى الإذاعة الاستوديو ويتكلم عن هذا العرس الانتخابي، ويتكلم عن رأيه، وحتى الأي الآخر الذي لا له موقف غير موقف موافقة للانتخابات، الإذاعة أبوها مفتوحة للحديث للدائرة فقط بصفة موضوعية بصفة حضارية، وأيضا بدون شخصنة. فأن تبدي رأيك فأنت حر، لكن أن تشخصن الأمور، أن تقذف الآخر، فهنا انتهت حريتك وتدخلت في حرية الآخر.